ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمه. ازاي اخس بشكل صحي؟ السؤال ده طبعا من اوائل واهم الاسئله اللي بتيجي في ذهن اي شخص بيعاني من السمنه. طيب قررنا ان احنا ناخد خطوه الدايت، لكن اللي بيخلينا مترددين هي الفكره ان احنا لو خسينا هنلاقي الوش شويه فقد نضارته، الحيويه، الشعر شويه بدا يقع، جسمنا فيه همدان، يعني شويه احاسيس كده مختلفه من الحاجات اللي بتحصل نتيجه الدايت. طيب عشان كده احنا فقرتنا النهارده هترد على سؤال، هو ازاي نخس بشكل صحي، واجابه وافيه ليكم مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، هي دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. منوراني يا دكتور ريهام. منوره بيكي، انا بجد سعيده بوجودك. انا اللي اسعد بجد للمره الثانيه، سعيده جدا باللقاء للمره الثانيه حقيقي. حبيبتي شرفتينا ونورتينا. ميرسي. والنهارده الموضوع بجد مهم، لكن يعني هدخل معاكي في تفاصيل، بس انا هبدا مع حضرتك الاول بسؤال بسيط. انا دلوقتي ممكن اكون مش من الاشخاص اللي ممكن تكون بتوزن نفسها كل يوم، يعني في كتير مننا كده، ولكن استشعر منين ان انا دلوقتي محتاجه اخد بالي من وزني؟ في حاجات اكيد بتحصل ممكن تديني علامات غير ان انا اكون شايفه ان انا مظبوطه جدا في المرايه، ان في ناس كتير على فكره بتقع في الخطا ده. دي حقيقه كلامك مظبوط جدا وسؤالك لطيف جدا، واعتبر صراحه سلاميلي. يعني تحقيق هو مختلف وجديد صراحه سلاميلي. دايما بنتكلم عن مؤشر زي يا دكتور نعرف احنا زايدين او قلين، لكن خلينا نتفق مع بعض ان ثلاث ارباع الناس ما عندهاش ثقافه الميزان، وان انا لازم اسبوعيا اوزن نفسي، حتى لو انا مش تخين مش رفيع زياده ما بروحش للدكتور، فكره ان انا عندي ميزان اتابع عليه زي ما بتابع حاجات كتير وزني شكله ايه كويس. فناس كتير يعني بتكتشف ده متاخر، شيف عظيمه ويجونا العيادات وهم زعلانين قوي، يا دكتوره الحقيني انا تخنت 25 كيلو. طب حضرتك او حضرتك ما اكتشفتوش ان انتوا تخنانين 25 كيلو قبلها ليه بقى؟ عشان بيتغاضوا عن فكره، وده السؤال بقى الحاج بتساليه، ان انا السايز بتاعي، قفله البنطلون، البلوزه بتاعتي، لبسي ابتدى يضيق تدريجيا، الكم في ابتدى يتملي جوه دراعي، ملى الكم بقى شادد شويه، ما بناخدش بالنا، بنفتح في الاكل تدريجيا، ما بيبانش على طول الزياده في الوزن في المقاسات بتاعتنا، لكن فجاه بيبتدوا يحسوا ان السايز بتاعنا كان سمول، بقينا ميديم، تغاضينا ان بقينا ميديم عادي، يعني يقول لك ما ممكن يكون المركب فيها مشكله. بالظبط، جسمي يا دكتوره مخزن ميه. بنلاقي نفسنا شيف عظيمه اعذار كتير جدا. صحيح. لكن يا جماعه خلي كده في الارم او ريد فلاج، اول ما نحس ان وشنا ابتدى يعني في امتلاء، خدودنا ظهرت، ابتدت منطقه الدبل تشين تظهر عندنا، مقاساتنا ابتدت الحاجه تضيق شويه تدريجيا، بعد كده ما بقتش بتقفل، لا ما تستنوش بقى، ما نستناش يبقى عندنا 20 كيلو 25 كيلو. كل ما كانت الرحله قصيره كل ما النتيجه ان شاء الله تبقى اسرع واحسن. فخلينا نقيس كده بالحاجات دي من غير حتى ميزان. اوكي، هيك النهارده معانا برودكت بنتكلم عنه، حاجه صحيه. مظبوط. فحضرتك الاول ادينا فكره عنه علشان نعرف ايه مكوناته، وايه اللي حضرتك يعني شايفاه مميز فيه عن اي برودكت موجود بره ممكن نشوفه او اونلاين او نلاقيه في الصيدليات او ما الى ذلك. ده كتير جدا جدا جدا، وانا حريصه ان انا هايلايت او اوضح للمشاهدين، طبعا مشاهدينك الكتير جدا اللي هم بيثقوا فيكي جدا جدا، فهنا منصه انا بقدر اتكلم فيها بثقه عن منتج مرخص من وزاره الصحه موجود في الصيدليات، فاحنا مغمضين يا جماعه، منتج موجود في صيدليه فانا وانا مغمضه هو مرخص من وزاره الصحه. تمام. ودي بقى عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا كمشاهده، ام، زوجه، اي حد قاعد بيتفرج دلوقتي هو مش ضامن الحاجه دي، انا شخصيا بقى كطبيبه انا مش ضامنه، انا بيتعرض عليا منتجات كتير جدا. صحيح. انا مش صيدلانيه، انا ما رحتش شفت حاجه وهي بتتصنع، طب انا لما اشهد على حاجه بجودتها وان هي امنه من اول سن 13 سنه صحيه ما فيش منها اي مشكله، ده بناء على ايه؟ ان هي مرخصه من وزاره الصحه وموجوده في الصيدليات، فانا كطبيبه مطمنه ان انا ارشحها للناس. كي. طب ليه انا برشح بيستا دلوقتي يعني دونه عن حاجات تانية؟ لسبب بسيط جدا، ان هو منتج طبيعي فعلا 100% امن 100%، في قوة ثلاثية ظريفة جدا وهي الالياف، ان احنا دايما يعني الناس كلها اللي بتتكلم في التغذية الصحية سواء شيفات سواء اطباء دايما بنتكلم زودوا يا جماعة في الالياف، كلوا الياف كويسة. دور الالياف ايه يا شيف؟ سواء الشوفان، ودي من المكونات بقى الاساسية عندنا في بيستا، الشوفان، ردة القمح، وقشور السيليوم. ده منتج بيستا اللي ظاهر قدامنا على الشاشه، وانا حريصه برضو ان انا اظهره لسبب بسيط. للاسف في
في بعض المنتجات بتكون مشابهه تستغل فكره ان انا عندي منتج مرخص فابتدي اعمل حاجه مشابهه فاقدر بسهوله خصوصا في الاونلاين خلي بالنا في خداع شويه يعني. فاحنا ده المنتج بيستا زي ما ظاهر هو على الشاشه موجود في الصيدليات والاسهل ان احنا نطلبه اونلاين طبعا لان ضامنين انه هيجي لنا من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه ان هو هيجي لنا المنتج ده اللي هو مرخص من وزاره الصحه. طب نتكلم اكتر ليه يا دكتور بنتكلم النهارده عن المنتج ده عشان زي ما قلت لحضرتك ان هو مكون من ثلاث انواع من الالياف الطبيعيه الامنه. طب دورها ايه؟ ده انا عايز اقول لك بقى مفاجاه تانية ان في ناس اللي بتجربه ويكون هدفها تخس 10 كيلو بتخسهم في رينج شهر او شهر وازيد شويه بتكمل عليه ليه يا شيف؟ هو كده باكيتس يا دكتور ظرف كده هو ساشتس هي علبه فيها اكياس بنستخدم في اليوم كيسين يوميا وده يعني ممتاز جدا. تمام. طب الكيسين يوميا بنستخدمهم ازاي؟ افضل طريقه ان انا باخد الكيس في كوبايه من الماء او العصير او اللبن طبعا عصير بدون سكر ولبن خالي الدسم عشان ما بقاش انا بحل مشكله وبوظ مشكله تانية. صحيح. فضروري جدا ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان في دكتوره احليه بعسل نحل يا جماعه احنا جايين نخس ففي بتبقى بعض الاسئله احب اقولها دلوقتي على الهواء علشان اللي بتدور في دي حاجه طريفه جدا ان حضرتك تنقل لنا برده البيشنتس اللي بيجوا لك هم دلوقتي مش يعني مش قادرين يسالونا فاحنا نجاوب على كل الاسئله بتدور في بال المشاهدين. فاحنا الحاجات الخاليه من السكر او الدسم هنشربها قبل الوجبه بنص ساعه. طب ليه بنص ساعه مش بعد الوجبه مش اثناء الوجبه؟ لان احنا اتفقنا ان هي الياف طبيعيه مالئه بتنفش في بطني ما بتشتغلش على مراكز المخ وده السبب الثاني ان انا برشح فيه منتج بيستا ان انا باخد حاجه ما بتشتغلش على مخي. انا بملى معدتي شويه زي الناس اللي بتروح تعمل عمليه البالونه زي الناس اللي بتروح تعمل تصغير المعده عمليات جراحيه كبيره مكلفه جدا جدا طبعًا. جدا غير فيها كمان المعاناه يا دكتور بالظبط كده مخاطر كتير جدا. فانا بطريقه امنه حضرتك بتشربي كوبايه بتخلي معدتك اتملت بصوره كويسه جدا قللت احساسك بالشبع. مش بس كده الحاجه الثانيه اللي بقولك في ناس فعلا بعد ما بتخلص وده عندي عيانين كم كبير جدا جدا بتنظم عمليه الهضم حركه الامعاء واحنا خلي بالك ثلاث ارباع المصريين عندهم القولون العصبي سوء هضم كلنا دلوقتي بنشتكي من المواضيع دي. فانا لما اخد منتج الياف طبيعيه وفي معلومه مهمه حابه اقولها بالمناسبه يعني هو سعره اقتصادي جدا فانا بقول لك على حاجه هي هتساعدك في منظومه الهضم حتى لو انت مش عايزه تخسي تقدري تستخدميها حاجه هتخليكي تحسي بالشبع لان ثلاث ارباع المشاكل والشكاوى اللي بتجيلنا دايما واكيد كلنا عانينا شخصيا من الموضوع ده الايموشنال ايتنج انا زعلانه يا دكتوره فباكل زي الوحش الكاسر انا فرحانه وطايره من الفرحه فبرضه بحتفل وباكل فاحنا قدرتنا على الاكل ان احنا ما شاء الله ناكل كميات محترمه للاسف مع الفرح والحزن شغاله. طب ايه الحل؟ ان انا اخد حاجه ما تشتغلش على مراكز المخ ما تضر صحتي تنفع لكل الناس حتى الناس اللي عندها امراض مزمنه مريض سكر ضغط كوليسترول اطفال من اول سن 13 سنه. طيب كل دي اسبابي ان انا ارشح واقول للناس احنا ناخد بيستا كحاجه امنه اقتصاديه هتساعدكم على الشعور بالشبع اللي هو مشكله ثلاث ارباع الناس. طب دكتور حضرتك قلت لنا دلوقتي هو في الياف طبيعيه عشان انا هتكلم معاكي انا كعظيمه ده يعني إيه؟ شرف ليا طبعا انت وجهه نظرك بقى يعني انا مثلا بقول ايه بقول ما احنا دلوقتي مثلا في كل بيت اكيد في الشوفان طبعا احنا نقدر نجيب الحاجات دي ونشتريها عشان نعمل هل احنا لو عملنا ده في البيت هيدينا نفس النتيجه ولا يعني ما هو ده ممكن يقول برضو وشابوه على السؤال بحييكي وشابوه على السؤال بجد ليه هقول لك ليه بقى لان ده سؤال منطقي انا كحد بعمل بتكلم عن الالياف وفايدتها كطبيب التغذيه بقول دي بتساعد على ملء المعده فطبيعي يجي في بال ناس كتير يا دكتوره ما انا عندي في البيت الشوفان مالي ابني بيروح الجيم بياخده وجوزي مريض سكر دكتور قال لنا خدوا شوفان فالشوفان بقى في بيوت معظم الناس حتى رده القمح موجوده قشور السيليوم موجوده دلوقتي الناس بيطبخوا بيها وصفات حضرتك اكيد يعني بتستخدمي الحاجات دي. طب ليه ناخدها كده يا دكتوره ما ناخدهاش في منتج دوائي زي بيستا؟ انا هقول بقى في سببين ونركز في السببين جدا جدا. اول سبب لما هتاخديها كأكل هي فيها سعرات حرارية يا جماعة الشوفان صحي أنا مش معترضة بس ليه سعرات حرارية الناس اللي بتاكل الحاجة الصحية لما الدكتور بيقول عليها صحية فياكلوا بكميات فاكنها بتخسس الأكل ما بيخسس الأكل ليه كم من السعرات الحرارية ليه كم من المعالق اللي بتعادل يعني أنا مثلا بقول لحضرتك خدي معلقتين شوفان يعادلوا مثلا نص رغيف بلدي الناس بتملى بولة من الشوفان عليها لبن على سنها وجبة صحية لا البولة دي دخلت في 500-600 سعر حراري صحيح. لكن أنا بديكي ساشت او كيس صفر سعرات حراريه مفهوم المعيار نفسه الكم قد كم فانت اخدتي حاجه هتملى معدتك بس اديتك سعرات حراريه فانا بديكي منتج هو مفهوم سعرات حراريه طعمه حلو جدا بطعم التفاح الاخضر فانت واخده تيست ظريف وحلو
خدتيه بطريقه سهله في اي مكان، الساشت او الكيس في شنطتك، رايحه شغل، قاعده في شغلك، بتقعدي ساعات طويله في شغلك، تقدري تاخديه قبل اي وجبه وانت بره. فالموضوع لطيف وسهل في الاستخدام زي ما قلت، سهل في الشراء لان من خلال الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه نقدر نطلبه بسهوله جدا، او من الصيدليات. فالاوبشنز موجوده. طيب ايه كمان بقى شوف عظيمه بتخليني اخده ما اخدش الشوفان خلاص؟ وطبعا سببي ان انا ما اخدتش الشوفان من الحاجات التانية ده سبب مش بسيط، وهو السعرات اللي هي مشكله الناس. الحاجه التانية، منتج بيستا فيه ثلاث مواد اقويه جدا، وهو تقريبا المنتج الوحيد اللي فيه الميكس ده. الياف طبيعيه مالئه وكروميوم بتركيز 500 ملي جرام، وده رقم كبير جدا. طب ايه فايده الكروميوم يا دكتور؟ فايده الكروميوم بقى بيحفز وبيعلي جدا حرق النشويات اللي هي الكارثه المهوله عند كل الناس، حبنا للعيش وللرز كمصريين. صحيح. مفيش بيت فيه بيوت ما بناكلش بروتين، احنا بناكل يا دكتوره العيش ورز وبطاطس محمره بالظبط كده. فممكن الكشري ده الحاجه الامثل لمعظم الناس وهي في شغلها بره في يوم طويل، فاحنا النشويات ليها دور كبير جدا عند ثلاث ارباع المصريين. صحيح. طيب فانا باكل نشويات عاليه جدا، فانا محتاجه منتج بيعلي جدا حرق النشويات، مش بس كده بيحفز افراز الانسولين. ودي كارثه بقى يا شيف الناس كتير اللي بتقابلهم. هتسمعي كلمه دلوقتي عندنا يا دكتوره مقاومه انسولين، انا جسمي بطل يحرق، انا سني صغير وخلاص انا ما بحرقش، انا مش عارفه اعمل ايه في جسمي. ده اسمه مقاومه انسولين. وللاسف مع الجيل الجديد والاكل الجانك فود بقينا معرضين في السن الصغير لنسبه عاليه جدا من سكر النوع الثاني، فانا بقيت معرضه للامراض المزمنه السكر النوع الثاني، جسمي ما بيحرقش، فانا اديتك ماده في الدواء المالئ الطبيعي بتساعد على حل المشكلة دي. طب إيه المادة التانية؟ فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام. طب فيتامين سي بيعمل إيه؟ بيخلق بديل لجسمي للطاقة، يبتدي يعتمد على الدهون اللي في جسمنا اللي احنا مخزنينها اللي عملنا بقى مشاكل البطن والأرداف. كل شخص على حسب دهونه متركزة فين. فيتامين سي ده بيساعد ان احنا ناخد الدهون بتاعتنا تبقى هي مصدر الطاقة، احرقها عشان اطلع طاقتي، فانا بقى جسمي دايما. كمان مشكلة اللي بيعاني منها معظم، اكيد بتسمعي ده واكيد احنا كلنا مرينا بده، انا عامله دايت يا دكتوره، انا عامله رجيم، انا ما عنديش طاقه، انا بروح شغلي نايمانه مش قادره. الحاجات السلبيه بقى اللي بتجينا بعد الدايت بالظبط كده او اثناء وما بالظبط. لكن انا اديتك منتج هو فيه اولا فيتامينز ومعادن حلت مشاكل دي، بلس حاجه تانية انا خلقت مصدر للطاقه اللي هي ما تخليكيش تعبانه ومفرهده ومش قادره، ان انا بحرق الدهون اللي في جوه جسمك، فانا خرجت الوقود اللي في جسمك اللي انا اصلا مش عايزاه، خليته مصدر باور للوقود. بالظبط كده. فانا باخد منتج بيديني باور بطريقه غير مباشره، هو ما فيهوش حاجه بتدي باور، لكن الحاجه اللي فيه بتطلع الباور اللي جوه جسمك. نيجي للحاجه الثالثه في القوه الثلاثيه اللي انا بتكلم عليها، وهي الكارنيتين بتركيز 50 ملي جرام، وده دوره مش بس ان انت حرقتي الدهون، احنا طلعناها من مخازنها اللي موجوده في الجسم واستخدمناها بدال زي ما قلت المواد الثانيه. مش بس كده بقى، انا عملت نحت للقوام. يعني ايه نحت للقوام؟ يعني احنا رحنا عملنا زي الاجهزه ما بتعمل، هو عمل منظومه بسيطه جدا للي بيفهم في الكارنيتين، ان هي بتشتغل على الكتله العضليه بتديها شكل ومنظر مختلف وفي نفس الوقت قوه. فانا زي ما قلت لك الباور اعتمد على جزئين، ان انا حرقت الدهون اللي موجوده عندي بقت هي الوقود اللي ممشي جسمي، هو اللي مخلي العربيه ماشيه. وفي نفس الوقت العضله اللي هي كيان الجسم وقوه الجسم، اللي ثلاث ارباع الناس بيخسوا عضلات نتيجه الدايتس اللي مش كويسه واللي مش علميه، بيخسوا على الميزان وبيخسوا في مقاساتهم، لكن كتله عضليه بتروح مننا. فبيشتكوا من ايه بقى يا شيف؟ من حته الفتيج، الاعياء، الشكوى المزمنه المرتبطه باي دايت، انا مش قادره، انا مرميه على الكنبه يا دكتوره، خدت ورقه الرجيم او نزلتها من على النت او عملت الحاجات اللي الناس كلها بتعملها والشعر بيبدا يتقصر بالظبط كده. فحضرتك في شحوب كده تحت العين بالزبط شويه ده ليه؟ عشان انت خسيتي العناصر المهمه في جسمك ان احنا محتاجين نحافظ عليها. محتاجين نحافظ على الميه، على المعادن، على الفيتامينز. طيب انا حليت لك بقى كمان، عندي حل تاني. حل المشكله كل المشاكل اللي هقول لك ليه احنا عاملين العرض ده، او ليه المنظومه دي احنا قررنا نقدمها كامله، لان انت بتشوفي مشكله الشخص بيجي يقولها لك وهو بي عنده مشكله تانية مش عارف يحلها ازاي، بيضطر يروح يدور على دكتور جلديه، بيروح يحس ان هو عنده مشاكل كتير. انا حليت مشكله بس انا مش مبسوط، لسه عندي مشاكل تانية، وما بقاش في وقت ولا طاقه ولا مجهود ان احنا نلف على الدكاتره. خلينا نعترف مع بعض على الموضوع ده. فاحنا قررنا ان احنا هنقدم لك الحل كامل متكامل. حل ايه؟ ان انا بديكي الفيتامين اللي هو مالتي فيت ألب او اي ال بي، علشان برضو بيحصل فيه لخبطه للاسف في الصيدليات. فهو ممكن نقوله ألب او اي ال بي مالتي فيت. اوكي.
ده الفيتامين اللي احنا بنقدمه في الكورس، بيجي كورس لمده شهر ظاهر قدامنا على الشاشه. تمام. الكورس ده بيكفي لمده شهر يا شيف، فانت بتقدري تحققي التارجت بتاعك اللي هو تقريبا من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده رقم كبير جدا طول ما احنا متابعين مع الدكتور وماشيين على نظام. ويا سلام لو دخلنا الرياضه حياتنا من باب ان احنا يعني انا بقول يا جماعه انا مش طالبه والله نص ساعه ماشي ويوم او يوم لا يومين في الاسبوع، انا هطلب طلب بسيط عكس ما كل الدكاتره بتقوله. ما تعملوش رياضه كتير، تخيلي حد طالع يقول كده. ليه انا بقول كده؟ عشان للاسف اسلوب الحياه والضغوطات اللي عندنا بتخلينا ما بنحافظش على العاده الكويسه اللي بندخلها. فابتدوها بالراحه، يعني نبدا الخطوه بان انا ادخل يوم، عارفه ان انا هثبت اليومين دول يعني متماشين مع ظروفي الحياتيه والصحيه ومشاغلي، ما تزودش عن كده. كويس. بلاش الحماس اللي في الاول يخلينا نعمل اكتر من كده، لا انا عايزه حاجه افضل محافظه عليها. قليل دائم خير من كثير منقطع. بالظبط كده، مظبوط كده، هو ده اللي احنا عايزينه. أيوة. بالظبط. فاحنا نعمل حاجه بسيطه تبقى اسلوب حياه مكمل معانا، زي ما قلت لك البيستا منتج اقدر اكمل عليه طول حياتي، لانه امن، هو الياف طبيعيه بتديكي المعادن والفيتامينات. ملوش تاثير على اي حاجه خالص، ده بالعكس علاجي. ما هو ده اللي احنا بنقوله، حضرتك بتاخدي الياف عاليه ما فيهاش سعرات حراريه. كويس. بتقلل الدهون اللي جوه دمك، بتظبط مستوى السكر اللي في دمك، فهي بتساعد على علاج الناس اللي عندها بطريقه طبعا غير مباشره السكر، الكوليسترول، الضغط، لان انت اديتي لهم الحلول اللي عملت المشكله من الاساس. كويس. طب بالنسبه بقى للالب مالتي فيت، هل احنا يعني نقدر، احنا دايما نسمع عن الفيتامينز ما نقدرش نستمر عليها فتره طويله. اوكي. فكلمينا بقى احنا نقدر نستمر عليه قد ايه، ولو احنا مع دايت ولا من غير دايت، ولا ممكن يبقى كورس متكامل اللي عاوز يخس، طب واللي مش عاوز يخس وعايز ياخده؟ يعني انت اديتيني كومبو بقى اسئله كتير قوي كده، اتفضلي بقى. خليني بقى اجاوب عليهم واحده واحده، لان كل سؤال مهم جدا واحب يوصل للمشاهدين. أوكي. لان اكيد عندهم نفس السؤال. خلينا نتفق على حته الفيتامينز، هل انا اقدر سواء مالتي فيت كمالتي فيتامين فيه تقريبا كل العناصر اللي جسمنا محتاجها، طبعا مرخص من هيئه سلامه الاغذيه، دي نقطه برده مهمه لازم نقولها نذكرها، موجود في الصيدليات برضو زي ما اتفقنا، قلب او اي ال بي علشان ما يحصلش لخبطه في الاسم بتاعه. أوكي. النقطه المهمه اللي عايزه اقولها ان احنا فكره ان احنا ماشيين على فيتامينز طول حياتنا شيء مهم وضروري جدا جدا جدا، خصوصا كل ما بنكبر يا شيف عظيمه، جسمنا بيحصل بيفقد كثير من المخزون بتاعه، فلو هو بيفقد واحنا مش بنريستور نعيد ريفيل زي كل حاجه بالظبط كده، هنعاني من مشاكل كتير. العظام اللي بنيجي دايما الناس تشتكي منها، تساقط الشعر الحاج بتقوليه، مشاكل البشره والتجاعيد اللي تظهر دلوقتي مبكره جدا جدا. كل المشاكل دي حلها اللي انا اخده. بس انا نصيحتي ان احنا عامه فكره الفيتامينز سواء فيتامين دي، كالسيوم، سيلينيوم، مالتي فيتامين، نمشي 3 شهور او 3 شهور لا، يعني انا اخد الحاجه دي 3 شهور، 3 شهور اللي بعدهم اخد حاجه ثانيه سي اوميجا 3، 3 شهور وهكذا. ده جسمك هيغطي احتياجاته بالطريقه المظبوطه. طب ده اول سؤال. الحاجه الثانيه، ليه احنا عملنا منظومه الكورس اللي فيها فيتامين؟ غير ان الناس بتعاني من مشاكل كتير جدا زي ما حضرتك قلتي، بيتجهوا لدكاتره الجلديه او خلاص خسوا. لا ده انا عرفت تجيبي نوتات صغيره جت لحضرتك بموضوع ان هم يخسوا. بالظبط. واحنا هنعرض حاجه لحضراتكم دلوقتي هتشوفوها، هيشوفوا نفس بالظبط كده. انا بنوته صغيره يعني، مش حد انتوا عرضتوها ولا لسه؟ قولوا لي. فاحنا زي ما هنعرض زي ما حضرتك قلتي دلوقتي حاله بنوته صغيره. طيب احنا دلوقتي غير المشاكل اللي بيعانوا منها هم صغيرين نتيجه فقدان الوزن والخسيه، صغيره حبايبي، ليه حطينا المالتي فيتامين يا جماعه؟ نقص الفيتامينز، نقص الفيتامينز بيؤدي يعني بطريقه مباشره جدا لضعف معدل الحرق والشكوى العامه اللي بقت كل الناس دلوقتي بتقولها لبعض وللدكاتره. انا ما بحرقش دكتوره، انا بطلت اخس. ليه؟ عشان حضرتك عندك نقص من الفيتامينز كتير جدا، اللي هي مرتبطه ارتباط وثيق بحرق الدهون. طب زي ايه يا دكتوره؟ فيتامين دي واحنا مغمضين، اللي هو ناقص يا شيف عند 99 من الشعب المصري. انا باكد لك ده. فلو خدتوه من غير ما تروحوا تعملوا التحليل ما تقلقوش، في ناس بتخاف والناس بتخوفكم، لا خدوا فيتامين دي ما تخافوش، وبعملوا التحليل بعد ما تمشوا على الكورس 3 شهور تعرفوا انتوا وصلتوا لايه. كويس. لكن فيتامين دي ناقصه من الحاجات فعلا بتؤدي لده. الناس اللي عندها مشاكل في الغده نفس الموضوع، الغده عندهم خامله، طب ما ده بيؤدي لنفس الموضوع. الحاجه الثانيه برضو، الناس اللي لما بتعمل صوره دم كامله تلاقي عندها انيميا، نقص الحديد، نفس الموضوع. فحضرتك انا بديكي الحل اللي هو فيه مجموعه من كل هذه الحاجات فيها احتياجك اليومي، فحضرتك هتاخدي من العلبه دي قرص يوميا بعد الفطار. كويس. طب نشوف المثال اللي حضرتك طبعًا. يعني التقرير معانا حاله، خلينا نشوف كده بنوته صغيره بتتكلم عن التجربه بتاعتها، خلينا نشوف قالت ايه، نعرف مع بعض.
احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو اصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل اي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. ده احنا كده ما شاء الله، بنوته صغيره بس يعني برضو كان وزنها فرق جدا، الصوره مبينه ده طبعا، وحاجه يعني امنه بالنسبه بالزبط لعمرهم، بالزبط يعني ما تاثرش على اي حد. واصغر من كده شوف عظيمه، زي ما قلت لك من اول سن 13 سنه امن تماما، اي حد عنده مشاكل صحيه امراض مزمنه بالعكس هو بيساعد جدا في علاج الامراض المزمنه. طب ما تقولي لنا العرض ده يا دكتور، ممكن طيب احنا عايزين اسعاره برضو يا جماعه اقتصاديه ما تخافوش. جدا جدا يعني جدا عايزه اقول لك، والعرض ده لطيف جدا، هو عباره عن علبه من بيستا او على حسب هتيجي في اكتر من علبه، بس هي 60 كيس الساشت اللي احنا بنقول عليه. احنا بنستخدم 2 يوميا زي ما ظاهر على الشاشه، العلبه فيها اكياس. هيكون العرض ده فيه 60 كيس، الكيس بنستخدم يوميا كيسين. قبل الوجبات الرئيسيه، يعني احنا كل واحد فينا اكيد بياكل وجبتين شويه كبار، سواء فطار غدا او فطار وعشاء، هناخدها قبل الوجبه دي بنص ساعه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني في العرض هو القلب مالتي فيت، اللي هو الفيتامين، زي ما قلت لحضرتك ان ده دوره مهم جدا جدا جدا، ان احنا بنخس في نفس الوقت كل الحاجات اللي بنعاني منها، بالظبط كده، من التعب، من الشعر، من البشره، من الضوافر، توابع تقليل الاكل اللي بتاعنا، خصوصا لو بنقلله بطريقه مش مظبوطه. فالمالتي فيتامين هيحل المشكلة دي. مش بس كده، بيديني فاكتور مساعد مع البيستا، وهو ان انا نقص الفيتامينات اللي بيقلل معدل الحرق بتاعي، لا انا رجعته تاني، ابتديت اشغل حرقي كويس، لان النواقص في جسمي رجعتها تاني لمخزونها الطبيعي. فهو عرض بيحل المشكله بطريقه صحيه، انا بخس ببقى عندي طاقه عاليه جدا، اكني واخده مشروب طاقه. كل الحاجات اللي تخصني سواء راجل او ست، من بشره، شعر، كل الحاجات دي بتكون في احسن صوره. يعني احنا كده يا دكتور كمان نبهنا على اصدقائنا انه ايه كمان اسباب ممكن مش واخدين بالنا منها. بالزبط. في فكره نقص الفيتامينز دي ممكن تكون تايهه عن بال ناس كتير. بالظبط، في قصه ان الحرق يعني مستقر ثابت. بالظبط كده. طيب يعني احنا نقص الفيتامينات لازم نحطه في اعتبارنا جدا جدا، ومش بس الفيتامينات، زي ما قلت لك انيميا، غده، كل ده احنا بنحله ان احنا بنديكي احتياجك اليومي في مالتي فيت، قلب مالتي فيت. انا سعيده بوجودك معايا بجد دكتور ايهاب، بجد شرفتيني نورتيني النهارده. ذوقك انا اللي اسعد. ويعني بشكر اصدقائي لحسن المتابعه، واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني دكتور ايهاب الحياوي، استشاري التغذيه العلاجيه. انا بشكر حضرتك لوجودك معايا، وان شاء الله تبقي معانا في حلقات ثانيه. بجد يعني بنستمتع بالحديث معاكي ان شاء الله. واشكر حضراتكم على المتابعه، اتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظن حضراتكم. ومن هنا لحلقه جديده، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.